بكم في قناه مريم او اسماء. اليوم ان شاء الله تحت الطلب ديالكم غادي نهضر لكم اولا غادي نجاوبكم على جوج الاسئله جاوني على اخر فيديو درته سواء في الفيسبوك سواء في اليوتيوب. جاوني جوج اسئله وهما منين حصلتي على هاد يعني هاد المرمى اولا هاد الطاوله ديال التطريز وكيفاش كتركبي فيها الثوب. فانا ان شاء الله في هاد الفيديو غادي نجاوبكم على جوج الاسئله بالتفصيل ممل، فتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا طبعا بلايك وما تبخلوش عليا بالبارطاج، بارطاجيو الفيديو مع البنات اللي كتعرفوهم مهتمين بهاد الصنعه، مهتمين بالتنبات اولا بالطرز الرباطي اولا بالطرز الفاسي اولا بالبوانتي كروا، يعني كاع هاد الاشغال هادو ديال التطريز اللي كتحتاجوا فيهم المرمه. ف بارطاجيو معاهم هاد 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 الفيديو هذا باش يعرفوا بلي انه راه كاينه هاد الطاوله هادي راه كتسهل العمل شي شويه، المهم كتسهل عليهم العمل وكذلك كتحافظ على الثوب. كما كتشوفوا هاد الطاوله هادي راه كتكون عفوا كتكون من جوج ديال الاجزاء، الجزء الاول اللي هو هاد المرمى الفوقانيه والجزء الثاني اللي هو الطاوله. دابا غادي نفرقهم بجوج باش هذا غادي نوريكم كيفاش تركبوا فيه الثوب. قبل ما نوريكم كيفاش تركبوا فيه الثوب غادي نهضروا عليه. كما كتشوفوا هادي راه كتحيد، هذه هي المرمى هنا فين كنديروا الثوب، غادي نهضر لكم عليه من بعد. المهم غادي نهضروا هو الاول دابا على الطاوله. بالنسبه للطاوله هي ضروريه كنحطوا عليها هاد المرمى هادي اللي كتبقى اما تكون ثابته يعني اولا كتحرك. يعني كما كتشوفوا هادي دابا راه كتمونطا، يعني ممكن نحلوها من هنا جوج الخشيبات هادو راه كيتحيدوا وهكا ما كتاخذش ليا اسباس بزاف، يعني ولا ما كتاخذش ليا بلاصه بزاف فين كنشتغل. فكنجمعها كيكون كيوليو عندي غير هاد الخشبات على هكا، هادو كنحطهم بحال هكا كنتكيهم على بعضياتهم وكنحيد هادوك كنتكيهم عليهم. وهذه كنحافظ بها دائما بحال هكا، يعني مجموعه بحال هكا حتى هي راه كتمنطى، حتى هي كتكون من ربعه ديال الخشبات عندكم هذه وهذه وهاد الجوجات هادو. بالنسبه لهذه راه غير صوبتهم، يعني بالنسبه للطاوله البنات اللي سولوني فين شريتها ما شريتهاش، انا صوبتها عند النجار، يعني عطيتو النموذج رسمت ليه النموذج ووريتو ليه. كاينين بزاف ديال النماذج صراحه في جوجل، يعني ما عليكم الا تدخلوا ديروا نود التطريز غيعطيكم نماذج بزاف سواء صغيره سواء كبيره. وكنت حطيت في القناه واقيلا في المجموعه ديالي ديال الفيسبوك كنت حطيت شي نماذج بالنسبه لهاد المرمات هادو اللي بغى يصاوبها عند النجار، راه كتوريهم راه ماشي شي حاجه صعيبه. المهم راه كيصاوبهم، انا هذا ركبته وجبته حتى للدار، يعني فاش صوب ليا الخشبات جبت هذا الثوب ديال هذا فين كيكون الحاشيه ديال الخاميات وركبته غير بهذاك بالكرافوز الكبير ركبته به من هنا. الا ما كانش عندكم الافضل انكم تعطيوه يعني تعطيوه هاد الثوب هذا النجار هو غيركب لكم بالكرافوز هذاك، يعني هذاك الثوب لانه ضروري هو فين كنشدو الثوب. هنايا راكم غنوريكم كيفاش كنشدو الثوب. المهم بالنسبه للثمن انا صوبها ليا النجار هنايا، انا كنسكن في مدينه صغيره يعني في شيشاوه، ما النجار ما يعني صوبها ليا بثمن شويه مناسب اللي هو 350 درهم، يعني ماشي شي ثمن باهظ بالمقارنه بداك الشيء باش كتباع وهي واجده. يعني راه كاينين البنات اللي كيبيعوهم واجدين، يعني واجدين مستوردين يمكن ولا مصايبين عند النجار. يعني في كازا فكاينه واحد السيده كتبيعهم في الرباط وكاينه وحدين اخرين كيبيعوهم في كازا. بالنسبه للمرمى راه كتجي بحال هكا كما كتشوفوا فيها هاد الدرعان هادو، كل درع فيه واقيلا 8 سنتيم ولا ما عرفتش 6، المهم فيه 8 ديال في القطر ديالو ولا 6 سنتيم في القطر ديالو. المهم راه هادو من الافضل ديروهم رقاق، انا درته والله ثقيل. المهم كان قال لي النجار صراحه اقترح عليا انني ندير فيه غير 3 سنتيم في القطر، وانا قلت ليه لا خف لا يتهرس ديروا لي 8 باش يصبر. ساعه راه هو غادي يصبر واخا كان في 3، يعني تقول واش غنضرب بي انا. المهم راه 3 سنتيم راه كافيه، ما ديروش بحالي صراحه ثقيل شي شويه في الهزه ديالو. هنايا كيكونوا فيه هاد الحفيرات بحال هكا، يعني هذا الشيء كنشرح لكم باش الا بغيتو توريو الفيديو يعني لشي نجار باش يصوب لكم بحالها. ها نتوما هنايا كما كتشوفوا كاينين هاد الحفيرات هادو، وهادو اللي هنايا راه بالليزر كيتقبوهم، يعني كيديروا فيهم هاد التقيبات هادو بحال هكا كما كتشوفوا شفتوهم كيجيو بحال هكا 3 3
ثلاثة ميلين ثلاثة ميلين ثلاثة ميلين عبار واحد بيناتهم هكا. هنا من كتزير المرمم اللي غادي نبدا نركب فيها الثوب غادي تشوفوا كيفاش كتزير. هاد الفتيحات هادو راه فيهم أربعة، بغيتو ديروا يعني بلا ما ديروا كاع أربعة غديروا غير جوجات، جوجات من هنا وجوجات من لهي. ونفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى، يعني هاد الشيء اللي درتو هنايا نفس الشيء بحالو ها هو في الجهة الأخرى، حيت من هنا كتزير المرمى. كما قلت لكم العبارات غادي نوريكم العبارات حيت صراحة ما بقيتش عاقلة عليهم، كنت قلتهم في واحد الفيديو ولكن ما بقيتش عاقلة، غادي نعبر معاكم. بالنسبة لهادي، بالنسبة لهاد الخشبة هادي فيها مترو، بالنسبة لهادي الطول ديالها فيها مترو، قلت لكم الدراع راه فيه 6 سنتيم واقيلا ولا 8 سنتيم يمكن ولا 6 سنتيم، المهم نتوما ديروا غير 3 ديروش كاع هاد العدد كامل. بالنسبه لهاد الخشبات هادو، هادوك اللي في الجيب، هادو اللي في الجيب هنا غنعبرها لكم. بالنسبه لهادي هاد الخشبه هادي فغادي يكون فيها تقريبا، غنعبرها من الجنب هنا يكون فيها تقريبا 70 سنتيم، المهم هنا لهنا 70 سنتيم، ومن هنا وهذه فيها مترو في الطول ديالها، هذه في الطول ديالها فيها كما قلت لكم 70 سنتيم، وفي العرض ديالها هانتوما هذه في العرض ديالها 4 سنتيم. بالنسبه للطاوله راكم شفتوا كيفاش، المهم هادو، المهم هاد البلاصه هذه تكون كبيره، هاد البلاصه تكون كبيره باش تقدر تشد لكم يعني هاد الجوج، يعني هادو يعني تكون فيها تقريبا 70 سنتيم بحال هادي ولا 60 سنتيم صافي. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للعبارات. بالنسبه لباش كنثبت باش كنزير، فانا النجار دار ليا غير هاد المسمرات، كنت قلت ليه انا يصوب ليا يعني خشيبات رقاق منجورين ودار ليهم شي ديكور من هنا من الراس باش نبقى نشدهم من هنا، ولكن قال لي راه هادوك الخشيبات دغيا غادي يتهرسوا، من الافضل انك ديري مسامر فشدهم قطع ليهم هنايا. تودروا ليا جوج ولكن راه عطاهم الله عند مالين، يعني عند مالين الدروغري هانتوما. ها هو هذا راه واخا مازال يعني هذا راه ما محيتش ليه النص، يعني ما مهرسش بحال الاخر، ولكن راه قاضي الغرض كما كتشوفوا. المهم راه كيزير ليا المرمى، هذا هو المبتغى منه، انه ما يكونش غيتهرس وغيقبل الضغط، يعني ملي نزير المرمى ما يتهرش ويقبل الزيار. هانتوما غادي نبدا دابا نركب لكم فيها الثوب اللي كنحتاجو في التركيب ديال الثوب. كنحتاجو الثوب ديالنا، كنحتاجو البي، وكنحتاجو الفنايت، وكنحتاجو الخيط والبره. غادي نقيس هو الاول نشوف وسط المرمى باش ما نجيبوش في الحاشيه في واحد الجهه والجهه اخرى لا، غنشدو بحال هكا كما كتشوفوا وغادي نبدا نخيط الغرزه الاولى هكا، وغادي ندخل في هاد العوينه ديال الخيط هكا كنثبت الخيط. دابا غادي نمشي على واحد النيفو، ها نتوما نحاول انني نشد واحد النيفو غرزات كبار. دابا نقرب لكم باش تشوفوا الغرزات اللي كندير، غير غرزات كبار يعني غير كنثبتو بهم الثوب، غرزات كبار ولكن ما يكونوش كبار ثاني بزاف باش ما يتحلش لينا الثوب، حيت هاد الثوب هذا سميك شي شويه ماشي مشكل، الا كان الثوب رقيق من الافضل انكم ديروا غرزات شويه قراب من بعضياتهم. ثم كما كتشوفوا يعني غرزات كبار، ونحاولوا نخليو نفس المسافه بين الثوب، نفس المسافه هانتوما، حاولوا حنا غاديين. هاد الثوب هذا اللي هذا ديال الخوامي، يعني هذا اللي درت في هاد الحاشيه، الثوب هذا اللي درتو في هاد الحاشيه ضروري ما يكون قاسح، يعني الثوب اللي غادي ديروه هنايا ضروري ما يكون شي ثوب قاسح شويه، يعني صحيح يعني يكون قابل انه يعني يتخدم عليه ويتحل ويتخدم عليه ويتحل. انا درت هذا ديال الخانيات لانه هذا ديال الخوامي راه صحيح بزاف، يعني قاسح وصحيح، يعني ما تيوقع عليه والو. كما شفتوا راه دائما كنركب فيه الثوب وكنحلو وعادي، كاينين الثوب اللي ما يقبلوش يعني ما يصبروش لكم انكم تبقاو دائما تركبوا فيهم بحال هكا وتخيطوا عليهم وتحلوا، فمن الافضل انكم ديروا شي ثوب يكون صحيح.
باش كنكمل هاد الجهه غادي نجيب التوب ديالي هنا غنقرب المرمى من الجناب يعني كنفحزها لعندي نحيدو دوك المسامر الا كانوا عندنا اولا دوك اللي كيتبتوها لينا نحيدوهم ونحاولوا نكحزو بحال هكا كنكحزو كندفعو غير هادي للداخل هكا بحال هكا ولا كندفعوها على برا هانتوما بحال هكا كتحل غادي نجيب دابا ثاني البرا والخيط ونحاول نفس العبار اللي درتو في هاد الجهه هادي نديرو هنا صافي الجهه الاخرى نديرو هنا هانتوما هذاك الشيء اللي درتو ديك الجهه نعاود نفسه في هاد الجهه التوب ملي كنركبوه كيولي بحال هكا ياك كيكون مرخي غنجي لهاد الجهه غادي نزير هنايا غندير المسمار ديالي بحال هكا وغادي نجيب المسمار الاخر غادي ندفع هاد الجهه حتى نشوف التوب يعني التوب طوندا بحال هكا نتوما غتجبد غنجي لاخر اخر يعني اخر اخر بلاصه عندي هنايا هانتوما هاد البلاصه هادي هاد البلاصه هادي كندفع المرمى باش كتزير ليا على التوب عاد كنخشي مسمار هنا في هادي شتوها المهم هنا دابا غادي ندفع وغادي نخشي المسمار ديالي هكا كيكون التوب عندي من هاد الجهه نجي من الجهه الاخرى نفس الشيء من الجهه الاخرى المهم غادي نحل من هنا الجهه هاد الجهه غادي ندير مسمار والجهه الاخرى غنحلها نشوف التوب ديالي واش يعني واش تجبد مزيان وغادي ندير مسمار بحال هكا نديرو دائما في هاد البلايص في هاد البلايص هادو هكا شتو كما كتشوفوا دابا من بعد ملي كنركبوا التوب وكنزيروه من الجناب وكيجينا مطوندي بحال هكا غادي نجيو للمرحله الاخرى اللي هي اننا نزيدو ونزيرو من الجناب ونجروه بحال هكا يعني هذا البي هذا هو اللي غادي يدير لنا هاد الخدمه هادي فغادي نبداو من هنا غنبداو من هنا نوريكم كيفاش غادي ندير لهاد البي هذا فغادي نبدا من هنا هانتوما فهاد البلاصه هادي غنبدا من هاد الحاشيه هادي بحال هكا وغادي نشد بفنيته نشد بالفنايت غنبدا نشد بالفنايت هاد الفنيته هادي من الافضل اننا نديروها من التحت بحال هكا باش ما تدكناش يعني ما نضربناش هانتوما وغادي نجي غادي ملي غنركب هاد الفنيته نشد بها هاد الجهه هنايا غادي نجي نزير غنزير هذا بحال هكا ونشد مع التوب ديالي هكا يعني كنشد كنجيب ثاني فنيته واحده اخرى كنشد بها هاد البي من هنا بحال هكا يعني هاد الفنايد شي مرات هاي ما عندهاش الراس غنجيبو فنيته ونشدو بها هنايا بحال هكا غادي نزير دابا غادي نزير بحال هكا كما كتشوفوا راني زيرت كنجر هذا بحال هكا باش كيتزير عندي التوب غنجي هنا المهم بيتو ديروا وحده حدا وحده يعني كتقربوا بحال هكا وكديروا هنايا بيتو تباعدوا شويه غنبعد شويه ها نتوما بحال هكا نجيب ثاني فنيته وحده اخرى بحال هكا وندير نفس الشيء دائما كنزين من الاخير وحده يعني اخر بلاصه كنجر التوب ديالي اولا كنجر هاد البي ديالي وكنشدو من الجنب هنايا فنيته مع الاخر يعني مع اللي قبل منه هكا صافي هكا كيجي التوب مطوندي بزاف يعني كيجي مجبد يعني باش ما زيرتو دفعتو هاد الخشبات يعني بعدتهم على معطياتهم كتزيد يعني تجبد لكم التوب وباش ما كتزيرو هادو كيزيد يتجبد كذلك التوب كنتمنى هاد الفيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا بلايك طبعا الا عجبكم الفيديو كما قلت لكم ما تنساونيش بلايك ما تنساونيش بالبارطاج وكذلك الرأي ديالكم كيهمني خليت لكم لهنا وراها حتى الفيديو الجاي السلام عليكم.